أخت لأب، عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. انتهى أصحاب النصف. من يعيد؟ وبعدها الأخت التي من الأب. من الأب بماذا؟ عدم المعصب، عدم المماثل، عدم معصب، عدم ماثل، عدم من تقدم. نعم. عند انفراده مع المعصب. نعم.